القيامة خبر سار، وصلنا في صبيحة أحد الفصح، لكن هو خبر سار كل يوم يجب أن يعاش. القيامة يجب أن لا تتوقف أن تكون حدث بالتاريخ قبل 2000 سنة. أنا بعتقد أنه العدو الأساسي للإنسان المسيحي وغير المسيحي هو الخوف، وقمة مخاوفنا هي في حدث الموت، الخوف من الموت. مشان هيك بولس لما بيحكي عن القيامة بيقول آخر عدو يبطل هو الموت، أو آخر عدو بمعنى أنه يبطل هو الخوف. الخوف هو على الذات، القيامة بتعني أنه نتخلص من الخوف على الذات، الخوف على أمننا، الخوف على مصالحنا، الخوف على كل شيء مرتبطين فيه يلي له علاقة بالغريزة، الغريزة يلي هي بشرية لكن كمان خاطئة ساقطة، هي السورفايفل، أفعل كل شيء في سبيل أن أنجو بنفسي. حقيقة كل مرة بالكتاب المقدس مرتبط القيامة، الحديث عن القيامة مرتبط بالصلب، لذلك بيحكوا عن المعمودية إنه نحن ندفن ونقام، نصلب ونقام. فأن أقام مع المسيح هو أن أصلب معه، أن أصلب على مثال ما صلب، أن يكون آلامي وتحملها هو آلام البريء، عذابات البريء يلي لا يمكن أن تربك المؤمنين. أن أقام مع المسيح هو أن لا أشبه في آلامي آلام الصليبين اللي كانوا على يمينه وشماله، أن أسمر نظري على الطريقة يلي عاش فيها ويلي صلب من أجله. إدراك قيمة القيامة في حياتي هو إدراك لعمل النعمة. قيامتي لا يمكن أن تحصل بمعزل عن عمل النعمة. في الصليب وفي القيامة في نعمة ثمينة قدمت لألنا يلي هي لا نملك إلا أن نرد عليها. هلأ للأسف أحياناً منرد على عمل النعمة بالرفض، وأحياناً يتغلغل إلى حياتنا ونعيش عمل النعمة اللي هو حياة القيامة الحقيقية.